طبعا قوات سوريا الديمقراطية بعد أن أعادت التنسيق مع قوات الاتحاد الدولي في محاربة داعش والتي أوقفتها نتيجة هجمات الاحتلال التركي في 23 من الشهر الماضي واستأنفتها في 7 من هذا الشهر. خلايا داعش طبعا عمليتان منفصلتان كانت في ريف الشدادة وأيضا ريف دير الزور، نتج عنها إلقاء القبض على 4 مرتزقة من خلايا داعش في المنطقة. طبعا تم القبض أيضا أو العثور على كم من الأسلحة مرافقة معهم. طبعا قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية قامت بالعملية، كانت العملية ناجحة وسارت حسب ما تم التخطيط لها من قبل قوات سوريا الديمقراطية وبالتنسيق مع التحالف. تعلمون بأن قوات سوريا الديمقراطية زادت من عملياتها ضد خلايا داعش. طبعا هذه العمليتان المنفصلتان إحداها كانت في 12 من الشهر هذا الشهر والأخرى في 19 من هذا الشهر. طبعا نتيجة العمليتان كانت إلقاء القبض على 4 المرتزقة من خلايا داعش في المنطقة والذين هم مسؤولون عن عمليات إرهابية للتجهز لعمليات إرهابية وأيضا بالأسلحة للقيام بعمليات أيضا. بالحديث عن يعني العمليات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع التحالف الدولي، كما تعلمون بال 19 من الشهر الماضي عندما قامت قوات أو احتلال تركي بعدوانها على المنطقة، اضطرت قوات سوريا الديمقراطية إلى إيقاف التنسيق مع التحالف الدولي لأنها سوف تنشغل بإيقاف عدوان تركيا على المنطقة. ولكن بعد أن وجهت التحالف الدولي والولايات المتحدة يعني لهد رسائل شديدة اللهجة للاحتلال التركي لإيقاف عدوان على المنطقة في 7 من هذا الشهر أو في 7 من هذا الشهر، استؤنفت هذه العمليات وبقوة ضد خلايا داعش في المنطقة. كان هناك العديد من العمليات ضد خلايا داعش في المنطقة التي تقوم عمليات إرهابية، وخصوصا في محيط مخيم دول ومناطق دير الزور، ريف دير الزور التي ينبض فيها خلايا داعش بشكل كبير. سليمان، حسب متابعتك، من يقف وراء دعم وإنعاش هذه الخلايا في هذه المناطق وتحديدا دير الزور والشدادة؟ طبعا كما تعلمون كبيرة في المنطقة كانت تقوم بعملية إرهاب، سيطرت على مساحات واسعة وصلت إلى حدود تركيا. عامات كانت حدود بريدة مع دولة تركيا ولا إلى تركيا أي إجراء، بالعكس بالمقيم سهل دولة قتلية حضور من جميع انحاء العالم دخولهم الى الارض السوريه للانضمام الى خلايا داعش، ايضا وايضا تقدم لهم سليمان الصوت ياتي متقطع. القيام عمليات الارهابيه في المنطقه بقضاء على قوات الديمقراطيه مع داعش، بقي ذلك البيت خلايا داعش. الاستخبارات التركيه تقوم بدعم خلايا داعش. ايضا تاكيدا على هذه المعلومات، ايضا كان هناك العديد من خلايا المتواجدين في مخيم الهور تم تهريبهم من قبل الاستخبارات التركيه ويعني ايصالهم الى المناطق المحتله كسريه كرامية عفرين جريس بي، ايضا ايصالهم الى ادلب التي تحت سيطره جبهة النصرة ما تم تحرير الشام التي هي برعاية وتنسيق مع الاحتلال التركي. طبعا في 14 من الشهر الماضي كان هناك عملية عدوية للاحتلال التركي التي تقوم بحماية إلى ثانية قتل القوات الكوموس التي تقوم بحماية سليمان الطويل الاحتلال التركي. نعم سليمان الطويل، إعلامي وصحفي من شمال شرق سوريا، شكرا لك على متابعتك لآخر التطورات والمستجدات. شكرا لك.